بسم الله. مثال ازاي نرسم مستطيل في الجراس هوبر، هقول له تولز جراس هوبر. طيب عايزين نرسم مستطيل، فهقول له ريكتانجل. تمام، ريكتانجل. طيب ده محتاج مني البوينت، فهقول له ماشي البوينت بتاعتي 0.0.0. تمام، فهياخد النقطة دي، وهي دي النقطة اللي هيبدأ منها. تمام، ونقدر نغير فيها، نقدر نخليها مثلا 100% زي ما احنا عايزين. طيب الاكس والواي، اقول له انا عندي الاكس مثلا ب 100، تمام اهيت، والواي خليها برضو ب 100. اهو الرسم، اهو المستطيل، وتقدر تتحكم في الحجم بتاعه زي ما انت عايز. طب عايز اكتر من 100، تمام، بسيطة، تعالى هنا وقول له edit وعدل زي ما انت عايز. يعني اقول له بدل 100 ديت انا عايزها مثلا 313. تمام، رقم العربية بتاع البطوط، تقدر تغير زي ما انت عايز. طب عايزين نعمل فلت، هاجي هنا واقول له فلت. تمام، انت عايز انهي فلت من دول؟ انا عايز الفلت ديت. هقول له انا عايز ارسم اهوت، خد كده هو كورنر، وعايز اقول له بقى ايه الريديوس بتاعت الفلت كام، فاجي هنا اقول له مثلا خليها 13. تمام، فلما تيجي تبص الشكل هتلاقيه عمل لك الفيلد بالشكل دوت. تمام، ده دي طريقة لذيذة ان انت ترسم المستطيل، والجميل بقى ان انت تقدر تتحكم في الحجم بتاعه، تكبر وتصغر فيه زي ما انت عايز.